بصراحه عالم ست وهيبه احبه جدا جدا. هذا البصمه اللي واقوى من الحب. اي بس مش وقت راح يجي دور مؤثر مثل سايق السكوته؟ والله اتمنى يعني. مع الاسف احنا كنا كادر كلش حلو، كادر الى هسه يعني من اطلع بالشارع العراقي الكل سيطرات العالم الدنيا كلها صح ام حساني، ما حد يصح ام حساني، بقت شخصيه ام حساني بالذاكره مثل هسه من شخصيه ست وهيبه، وين ما يشوفون ست فوزيه عارف يقولوا لها ست وهيبه ست وهيبه، او ابو جحيل ابو فلان، يعني اكو شخصيات تبقى زين يعني. الذئب وعيون المدينه، فتاه في العشرين، هواي هواي مسلسلات قديمه الى احنا من احنا اطفال نشوفها باقيه بذاكرتنا. فاتمنى اتمنينا هالسنه استاذ قاسم ملاك يعني يشتغل او مشارك به، بس يعني الحمد لله وشكر ما حظينا بهاي الفرصه. لكن هو موجود والحمد لله، الحمد لله يعني وشكر. ان شاء الله اكيد العوده، ان شاء الله الاعمال الجايه وطوله العمر للجميع ان شاء الله يا ربي.